أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع مجالسنا أيها الإخوة في تفسير سورة الأعراف، وقد وقفنا عند قول الله عز وجل في بداية سياق جديد في السورة، وهو سياق قصص الأنبياء. قول الله عز وجل: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ثم تأتي بعد ذلك قصة عاد، ثم ثمود، ثم لوط، ثم شعيب. ما مناسبة هذه القصص لسياق لمقصد السورة؟ مقصد السورة كما ذكرنا لكم بيان المعركة بين الحق والباطل، والصراع بين الحق والباطل، وإقامة الحجة لأهل الحق، وإقامة الحجة على أهل الباطل، وبيان مصير الطرفين وعاقبة كل طرف. فما مناسبة ذكر القصص هنا، قصص الأنبياء، في هذا السياق وهذا المقصد العظيم؟ جيد، لكننا نريد أن نبين أن مناسبة ورودهما هي أن هذه القصص هي واردة في سياق الصراع، هي مثال، أمثلة ونماذج في الصراع بين الحق والباطل، يكشف الله عز وجل ويفصل فيها للكافرين وللمؤمنين نماذج للصراع بين الحق والباطل، ونهاية عاقبة كل منهما، وكيف كان التكذيب أو المكذبون عاقبتهم الهلاك، كل ذلك توعداً للمشركين من أمة الإسلام من قريش ومن بعدهم، وهي في ذاتها وسياقها وغرضها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين في أن الله معكم، وأن الله مؤيدكم، وأن الله ناصركم، وهي أيضاً بصيرة لأهل الإيمان كيف يدعون الله إلى الله، وكيف يكون حالهم مع من يواجههم. يعني حينما يذكر الله عز وجل لنا أنه يجب أن ندعو إلى الله ونعبد الله وندعو إليه، ثم يذكر لنا نماذج نستفيد منها في سيرتنا وحياتنا في الدعوة إلى الله عز وجل، فلننظر كيف خاطب الأنبياء أممهم وأقوامهم، وكيف صبروا معهم، وكيف كانت همتهم وصدقهم ورغبتهم في نصحهم وتوجيههم وتبليغهم ويعني محاولتهم لإيمانهم ورجوعهم. يقول الله عز وجل عن أول الأنبياء الرسل، عن أول الرسل نوح عليه السلام: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه هي رسالة الأنبياء جميعا ورسالة الدعاة جميعا. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، في كل القصص الواردة
كل نبي سوى ما ورد في قصة لوط لم تذكر هذه الآية، هذه الجملة، كلهم يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يؤكد لنا أن دعوة الأنبياء واحدة، من نوح عليه السلام إلى دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى دعوات أتباعه إلى قيام الساعة، الدعوة إلى عبادة الله وتصحيح عقيدة الناس. ولذلك أيها الإخوة، نستفيد من هذه الآية أن أفضل عمل في الدعوة إلى الله هو دعوة الناس إلى التوحيد وتصحيح عقائدهم، دعوتهم من الكفر إلى الإسلام. فمن استطاع أن ينقل إنساناً بإذن الله من الكفر إلى الإسلام بدعوته فذلك والله خير دعوة. أعظم ما ينبغي العناية به في الدعوة إلى الله وتبصير الناس يا أخواني هو الدعوة إلى التوحيد. ونحن اليوم يا أخواني الكرام في هذه الأزمنة التي كثر فيها الضلال والإضلال والتلبيس على الناس، وكثرت فيها الآراء والمذاهب والمنحرفة والبدع، حري بنا أن نجتهد كل الاجتهاد إلى تصحيح دعوة الناس وتقوية عقيدتهم وتوحيدهم بالله عز وجل. ما أكثر يا أخواني ما أبتليت به الأمة اليوم من مظاهر البدع، في كثير من بلدان العالم الإسلامي تقع الشركيات، كثير من بلدان العالم الإسلامي يطوف الناس حول القبور ويتوسلون بها، وكثير من تلك في تلك البلدان تقع شركيات وتبرك. أيننا يا مسلمون؟ أين الدعوة إلى التوحيد؟ نحن في هذه البلاد أكرمنا الله عز وجل وطهر بلادنا بالتوحيد، فلا نجد فضل الله عز وجل قبور يطاف بها ولا يتبرك بها ولا يتوسل إليها وإلى من فيها، نعمة عظيمة. لكننا لو شاهدنا ما في تلك البلدان لعلمنا يا أخواني أن من أعظم ما ينبغي العناية به حقا في تصحيح الناس. هذا واقع المسلمين، فكيف بالكافرين؟ هل تعلمون أنه في دولة الهند مثلا كم من إله يعبد؟ آلاف، ليست مئات، آلاف من الآلهة تعبد. هناك سوق كامل، سوق الآلهة، تذهب تدخل في المحل فتجد مئة إله من تلك المجسمات والصور، فيأخذ يأتي فيشتري إلهه عياذا بالله. انظروا إلى ما وصل إليه الإنسان في عقله سفوله، يأتي فيشتري إلهه بما يمكن نقول ريالين أو 10 ريال يذهب ليعبده. أي سفول هذا وأي اختلال حقيقة. ثم تجد أولئك الآخرون الذين يعبدون البقرة، سبحان الله، أين عقولهم؟ لكنه الشيطان أضلهم، هذا هو سبيل الشيطان، يريد أن يخرج ابن آدم آدم وذريته من عبادة الله إلى عبادة غير الله عز وجل. ولهذا إخواني في هذه السورة نجد التصريح في كل الأنبياء أنهم يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، التوحيد. فلنحمل يا إخواني الكرام دعوة الأنبياء، دعوة الأنبياء التوحيد، ليكن لكل واحد منا سبيل وجهد في تبليغه بنفسه وأهله. نحن يا إخواني نحتاج إلى تصحيح في التوحيد، ضعف يقيننا وتوكلنا على الله عز وجل أليس ضعف التوحيد؟ بلى، نحتاج إلى أن نضطر إلى الله عز وجل، هذا ضعف التوحيد إذا ما كنا عليه، وغير ذلك. ولله الحمد يعني الله عز وجل الآن يسر الأسباب لذلك، هذه المواقع التي تدعو إلى الله عز وجل ما أعظمها، وما أعظم من وفق الله القائمين عليها من شباب الإسلام في الدعوة إلى التوحيد. انظروا إلى حرص نوح عليه السلام ومحبته لقومه وجهده واجتهاده في إنقاذهم، يقول إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، ينصحهم
ويقول إني أخاف عليكم، يعني هذا دليل على صدقه ورغبته الجادة في إنقاذهم. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، ليست هي دعوة فقط، هي خوف، خوف عليكم من عذاب عظيم. وأي حال يكون من عليه الإنسان أشد عليه من أن يكون في جهنم عياذا بالله. فنبي رسول الله عليه السلام ورسول الله كلهم في غاية الخوف على قومهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بأمته، وكيف كان يدعوهم، وما كما قال الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم انظر بماذا قابل قوم فرعون قوم نوح عليه السلام نبيهم ورسولهم. قال الملأ من قومه، من هم الملأ؟ إذا جاء لفظ الملأ في القرآن فغالب الأمر هم الرؤساء والكبار. قال الملأ من قومه، هم الكبار أصحاب الرأي والوجاهة الذين لهم الأمر، من إما أن يكونوا ملوكا أو سلاطين أو وزراء سلاطين أو أتباعهم الكبار. قال الملأ من قومه، انظر كيف الكبرياء يخاطبون هؤلاء الدعاة وهؤلاء الأنبياء. وهذه سنة جارية إلى اليوم هذا، إلى يومنا هذا، انظر الكبرياء في الإنسان إذا حصلت كيف يستصغر عباد الله. هنا يقال قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، يعني لست على شيء، أعوذ بالله. نبي الله أرسل من رب العالمين يقولون له إنا لنراك في ضلال مبين. تصوروا يا أخواني لو أن أحدنا يدعو إلى الله فجاءه واحد قال أنت ضال ودعوتك ضال، كيف يكون؟ سيزمجر ويغضب إن لم يكن صادقا في نيته ودعوته صابرا. وذكرتني هذه الكلمة بما قاله طاغية ليبيا أمس حينما يقول لأولئك الشعب المؤمن الغيور على دين الله، يقول هؤلاء الجرذان، هذا من الاستكبار والطغيان، لا يراهم إلا حثالة عنده خدم له. وهؤلاء الذين يطغون ويغيب عن بالهم أنهم مخلوقون وأن الله عز وجل فوقهم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، أعوذ بالله، ليس فقط في ضلال، قالوا بل في ضلال مبين، يعني متيقنين أنه ضال. ماذا كان جوابه؟ انظروا إلى رحمته ولطفه بهم ويعني رعايته. قال يا قومي ليس بضلالة، قال ليس بضلالة، فقط هو يعني تبرأ مما اتهموا به من غير أن يقابلهم بلهجة السخرية والرد الشنيع أو نحو ذلك، مع أنه نبي صادق. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. كل اختصار بين لهم ما هو وما هي دعوته، ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي، أبلغكم رسالات ربي. ثم قال كلمة عظيمة وأنصح لكم، ما قال أنصحكم، أنصح لكم، يعني حتى في العبارة أيها الأخوة فيها لطف. قوله أنصحكم فيها مباشرة، كأنه يقول يعني يخطئهم صريحا، ولكنه اختار اللفظ الذي لا يثيرهم، قال أنصح لكم، يعني أريد خير لكم، ولا شك أن هذا أدعى لقبوله. وأنصح لكم، وهذه دعوة وهذه كلمة يا أخوان الكرام يجب أن يحملها الدعاة إلى الله الصادقون. أنصح لكم، يعني حرقته على الناس، يحترق قلبه للناس نصحا لهم، في قلبه صدق وصفاء ومحبة وخوف لهؤلاء القوم نصحا لهم. فإذا كان هذه
كانت هذه الصفة في قلب الداعي إلى الله، فليعلم أنه قد اتصف بصفات الأنبياء. نصح للخلق، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسول ولأمة المسلمين وعامتهم. نصح خالص، يستشعر الإنسان أن هذا يحتاج إلى إنقاذ، كمثل إنسان يرى غريق. هذه الصفة يا أخواني يجب أن نعززها اليوم في نفوسنا ونحن ندعو إلى الله. قال وأعلم من الله ما لا تعلمون. ماذا يعلم؟ ما المقصود بقوله وأعلم من الله ما لا تعلمون؟ ماذا يقصد؟ أولا يقصد أعلم أنكم إن استمررتم على ما أنتم عليه أن الله سيعاقبكم، وأن الله عز وجل سيعذبكم في الآخرة عذابا أليما. أعلم من الله ما لا تعلم، يعني عاقبة أمركم أنتم لا تستشعرونها الآن، لا في الدنيا بالهلاك ولا في الآخرة بالعذاب. يعني كأنه يقول يا قومي إني أخاف عليكم مستقبلا مظلم، عقاب وعذاب. انظروا إلى غاية استشعاره لقومه، يعني رجل نبي الله وأنبياء الله كلهم كل غايتهم إنقاذ قومهم مما أمامهم من العقاب والعذاب. وهنا قال أبلغكم رسالات ربي. وبينما في قصة ثمود قال أبلغكم رسالة ربي، لقد أبلغتكم رسالة ربي، ما الفرق بين جمعها هنا وإفرادها هناك؟ هل في جواب؟ في قصة نوح وقصة شعيب قالوا رسالات ربي، وفي قصة عاد أيضا رسالات ربي، وفي قصة ثمود قال لقد أبلغتكم رسالة ربي. فما الفرق بينهما؟ لاحظوا أن السياق في الثلاث مواضع أبلغكم رسالات، وهنا قال أبلغكم رسالات، وفي قوم نوح وفي شعيب قال لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. فلماذا عبر هنا بالرسالات وهنا بالرسالة؟ لو كانت في نوح رسالة كانوا كلامك في صحيح. ها يا إخواني سمع. إيه لقد بلغتكم. أحسنت. اللي يظهر لي والله أعلم، يعني لعلها من دلائل الحقيقة هذا اللي يستحضره الآن، أن عاد هود ونوح وشعيب قد وجدوا وجاهدوا طويلا من مع قومهم وبلغوهم كثيرا وبلغوهم عقاب الله كثيرا أكثر مما كان في ثمود. هذا الذي يظهر الله تعالى أعلم. وأما نوح فكما تعلمون أنه أنما نوح إيه نعم قد يكون هذا أيضا، يعني أن نوح أن ثمود أيد بآية حسية ظاهرة وهي الناقة. على كل حال الله أعلم أن يعني نوح وهود وشعيب طالوا في تبليغ رسالة الله تعالى، رسالات متتابعة، هذا اللي يظهر الله أعلم. قال هنا أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، كيف تعجبون وتنكرون شيء جاءكم من ربكم على رجل منكم؟ الأمر طبيعي، هو من ربكم على رجل منكم. لو جاء ملك لقلتم والله هذا ملك لا نتبعه لأنه ليس على حالنا وصفتنا. لو جاء من عند غير الله لقلتم
لن نصدق إلا ما جاء عن الله. إذن هو من ربكم على رجل منكم، كيف تعجبون من ذلك؟ لينذركم عقوبة الله ولتتقوا، يعني تتقوا عقوبة الله ولعلكم ترحمون، بالنجاة والفوز عند الله. فما أعظم هذه الدعوة، انذار وطلب التقوى والسعي إلى بلوغ رحمة الله عز وجل. فما كان جواب قومه؟ فكذبوه بعد 1000 سنة إلا 50 عاما من دعوة الله. إنها والله يعني نموذج حي لكل داعية أن يعلم أن عدم إيمان الناس وعدم تصديقهم وعدم تأثرهم ليس لقلة فيه ولا لعدم صدق فيه وإلا لعدم شك في دعوته، وإنما هذه سنة الله، هذه سنة الله في الخلق. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وإلى قال فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك، فأنجيناه والذين معه في الفلك، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. ففي هذه الآية اختصر الله عز وجل أو أجمل الله تعالى الحديث عن عقابهم بآية واحدة، وإلا فقد فصل عقابهم في سورة هود. نعم، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. ما معنى عمين؟ إنهم كانوا قوما عمين، نعم، إنهم كانوا عمين عن الحق، لم يروا الحق ولم يستبصروا بما هم عليه ولم يستبصروا بعاقبتهم. وإلى عاد أخاهم هودا، أخاهم يعني هو صاحبهم ونبيهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وهود عليه السلام قد واجه مع قومه بالقوة لأنهم عاد أصحاب عناد وكبرياء، فلا ينفع أصحاب العناد والكبرياء إلا القوة. وإن كان أيضا قد ناداهم بمثل ما نادى به نوح عليه السلام في الرحمة، لكنه أيضا استخدم معهم ترغيب، ترهيبا ثم ترغيب. قال أفلا تتقون، ثم قال الملأ الذين كفروا من قوم. انظروا سنة الله في تعامل الناس مع الدعاة، سنة إلهية، وأنتم ترون الآن كيف يسخر بالدعاة وبالعلماء ويستخف بهم في كثير من بلدان العالم الإسلامي. قال الملأ الذين كفروا، يعني علية القوم من قومه، إنا لنراك في سفاهة، أعوذ بالله. يعني إيش معنى سفاهة؟ خفة عقل، السفيه خفيف العقل. أرأيتم أكثر من هذا الرد في السخرية والاستهزاء؟ إنا نراك في سفاهة، ويعني معهم كتاب الله ورسالة الله وتأييد الله ويتهمونه بالسفاهة، وإنهم والله إنهم هم السفهاء. قال وإنا لنظنك من الكاذبين، وظنهم هنا ظن يعني تيقن، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. قال يا قوم ليس بي سفاهة، انظر الرد، ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. بين لهم الواقع من غير مصادمة ومن غير أن يمقتهم ويزدرئ بهم ويرد سخريتهم بسخرية، وإنما بين لهم الحق. وهذا الواجب في الرد على المستهزئين، أعرض عن الجاهلين كما قال الله تعالى أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. هنا زاد كلمة أمين، ناصح لكم في طلب إنقاذكم من عذاب الله، وأمين في تبليغ رسالة الله، أمين
في تبليغ رسالة الله عز وجل. نعم نعم. أخاهم أي من قومهم، ولهذا في شعيب لم يقل أخاهم كما في سورة الشعراء، لأنه في أصحاب الأيكة لم يقل أخاهم لأنه ليس منهم، وإنما هو من قرية أخرى، يعني كأنه أخاهم من قريتهم من نسبهم أو أهلهم. أخوة البلد أو أخوة المكان أو أخوة جمعتهم في بلد واحد. قال الله عز وجل عن هود لقوم: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. قوم عاد من أعظم البشر خلقا كما قال الله عز وجل في سورة الفجر، ماذا قال الله؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. إرم ذات العماد، وإرم هي عاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فخلقهم كان عظيما، كان طول الواحد منهم 80 ذراعا، أظن إن لم تخني الذاكرة 80 ذراعا، ووجدت صور يعني الآن اكتشفت يعني 40 أظنها أقل أحسنت، أي نعم نسيته الآن كما إذا كان عندكم إذا كان حد يعلم، لكن وجدت صور الآن في اكتشاف ديار عاد بطول بنيانهم ويعني طول أبوابهم مما يدل على عظمة خلقهم، مما يدل على عظمة خلقهم، والله تعالى أعلم. قال الله عز وجل: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قال الله تعالى عن هود. ثم قال: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده. أعوذ بالله، انظروا ماذا كان ردهم: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. هذه آفة كل الأمم المكذبة، أنهم تمسكوا بما كان عليه آباؤهم. جميع الأمم كان عذرهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فهذه آفة يا أخوان الكرام، إن الإنسان يستمسك بما كان عليه من قبله وهو لم يتبين أنه على الحق، حتى وإن كان في أي مجال، ليس فقط في جملة الدين وإنما حتى في جزئيات الدين، أن لا يستمسك الإنسان بقول فلان إلا من قبله، إلا إن كان يعلم أن هذا الذي يدل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هذا يدل على ماذا؟ على كبريائهم وجبروتهم، أنهم يطلبون التوعد من الله، من التوعد الله عز وجل بما توعدهم به نبيهم هود: إن كنت من الصادقين. قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. ما الفرق بين الرجس والغضب؟ الرجس هو العذاب والعقاب والابتلاء، أن الله هنا سيعاقبهم وسيبتليهم بلاء العذاب والعقاب، وغضب منه سبحانه وتعالى وانتقام. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ما نزل الله بها من سلطان. هذه الأصنام التي تدعون أنكم مستمسكون بها، أعطوني دليل من كتاب الله وأنتم على حق، إنما هم سموها من عند أنفسهم.
فانتظروا إني معكم من المنتظرين. انتظروا ماذا؟ عقاب الله وعذابه. قال الله عز وجل: فأنجيناه والذين معه برحمة منا برحمة منا. وهذا يؤكد أيها الإخوة أن أقرب الناس إلى نجاة الله عز وجل ورحمته هم المؤمنون، كما قال الله عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال الله عز وجل: وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا. قطع الله دابرهم وقريتهم ويعني نسلهم، أو قطع الله تعالى أمرهم كله، فلم يبق من تلك القرية أحد، التي نسفها الله نسفا بالريح التي قال الله تعالى عنها، نعم في 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 قضية في الريح ما تذر من، نعم في سورة الذريات، نعم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، أي أنها لم تبقي فيهم لا نسلا ولا دارا. فيقال أنه لم ينجو منهم إلا رجل هرب إلى قرية أخرى فأبلغهم عن قومه، فلما خرج أو رجع أصابته ريح أو قاسعة فقتلته. قال الله عز وجل: وما كانوا مؤمنين، أي بسبب عدم إيمانهم وإصرارهم على الكفر. ثم قال الله عز وجل في حال الملة القرية الثالثة: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله. لما دعاهم إلى الله طلبوا من ثمود من هود من صالح عليه السلام أن يريهم آية، فسأل الله عز وجل أن يري أو طلبوا أو سألوا صالح عليه السلام أن يريهم أن يخرج لهم من الجبل ناقة عشراء، أي في بطنها ولدها. فشدد عليهم صالح عليه السلام إن أجاب الله تعالى طلبهم وأخرج لهم الآية أن يؤمنوا، فأعطوه العهد والميثاق، فأخرج الله لهم ناقة انبجست من الجبل وفي بطنها ولده كما طلبوا. فمنهم من آمن ومنهم من كفر، منهم من آمن ومنهم من كفر. فقال الله عز وجل في هنا: قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة لكم، هذه ناقة الله، إذن هي ناقة الله، وإنما نسبها إلى الله هنا لأنها آية من آيات الله تأكيدا على رسالة الله تعالى، فنسبها إلى الله من هذا الوجه أنها ناقة خلقها الله تعالى آية على رسالته سبحانه وتعالى مع صالح. فذروها تأكل في أرض الله. وفي سورة الذاريات ماذا قال الله في سورة الذاريات؟ قال الله سبحانه وتعالى: لكم شرب ولها شرب ولكم شرب يوم معلوم. قمر، أحسنت. فلها يوم تشرب هي وابنها، ولهم يوم يشربون من البئر. وفي اليوم الذي يشربون أو في اليوم الذي تشرب فيه من الماء هم يشربون من حليبها. الله عز وجل أعطاهم عوضا من الماء حليبها. فهل آمنوا وصدقوا؟ كلا. يقال ويذكر المفسرون أن امرأة كانت تبغض صالح ودعوته
وكان ذا مال وجاه ومكانة، وكان لها بنات ذات جمال وكمال، فعقدت أن من قتل الناقة زوجته ابنتها، فانبرى لذلك الأشقى، فتحين للناقة من وراء شجرة فرماها بسهم فعضلها من في رجلها، ثم نحرها أو أنه أطلق عليها سهما في نحرها فقتلها. وقصة الناقة وردت فيها إسرائيليات كثيرة، وفي ولدها، وأنها رغت رغاء شديدا 3 مرات إنذارا، وأن ابنها هرب إلى الجبل فانشق له فدخل. كل هذه روايات لا يعني ليس لها سند من كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفتها لا تزيد في القصة عبرة. لكن العبرة هنا قال الله عز وجل: ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. فمسوها بسوء فأخذهم عذاب أليم. قال الله عز وجل: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. وأنتم رأيتم بالصور كيف كانت بيوتهم في وسط الجبال ينحتونها نحتا مزخرفا، وفي وسط الجبال بيوت وغرف ومسارات، كل ذلك آية من آيات الله لهم وقدرهم الله عليها. ونحن في هذا الزمن أيها الإخوة قد أقدرنا الله عز وجل في يعني فيما أقدرنا عليه في هذا الزمن وهذا العصر، وهو هي آية لنا في قدرة الخلق الآن على إزالة الجبال ونحتها ويعني وضع الأنفاق فيها، كل ذلك والله من الآيات التي تجعلنا نحمد الله عز وجل على ما سخره لنا، وأن نعترف لله عز وجل بهذه النعم ونستخدم ذلك في طاعة الله وفي خدمة عباد الله. قال الله تعالى عن صالح: وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فما كان لهم إلا أن كذبوا. قال الملأ الذين استكبروا، لاحظ كلمة استكبروا تتكرر في السورة للدلالة على أن هذا هو سبيل الشيطان سائر في هؤلاء الأمم، من قومه: للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. أعوذ بالله. يعني هم لماذا لم يؤمنوا؟ من أعظم أسباب عدم إيمانهم قولهم كما قال أصحاب موسى نوح: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. وما منع أيضا أبو جهل وأبو لهب وغير من صناديد قريش في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا إيمان هؤلاء الضعفاء الذين اتبعوه. وهذا يعني نأخذ منه أيها الإخوة موقفا مهما، أن أكثر الناس بعدا عن الدين المستكبرين الذين يرون في أنفسهم منزلة أعظم من الناس، كما قال: هي سنة إبليس، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. من يرى لنفسه مقاما غير الناس هو أبعد الناس عن الدين وأبعد الناس عن الاستجابة لأمر الله عز وجل وأبعد الناس عن قبول الحق حتى وإن كان رأيا. ولذلك الكبر ما هو الكبر؟ بطر الحق وغمط الناس، يعني رد الحق واحتقار الناس. فرد الحق كبر، رد الحق إذا علم به الإنسان كبر. قد يكون هذا من بعض المؤمنين أيها الإخوة حينما يكون بينه وبين صاحبه يعني عداوة أو شحناء أو محاجة أو نحو ذلك، قد
يبعثه ما في نفسه من الكبر على رد الحق الذي عند صاحبه عياذا بالله. قال الله عز وجل أيضا هنا عن قوم صالح: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. أعوذ بالله. وصل بهم الحال إلى أن يعتدوا على آية الله التي أرسلها الله لهم، ثم يطلبوا من صالح أن يستعجلهم بالعذاب. فتوعدهم صالح 3 أيام. ماذا قال الله عز وجل؟ الآية لا، في توعدهم 3 أيام: فتمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. قد وردت روايات أنه في اليوم الأول كانت وجوههم صفر، ثم في اليوم الثاني صارت وجوههم حمراء، وفي اليوم الثالث كانت وجوههم سوداء، ثم في اليوم الثالث عاجلهم العذاب. وهذا ليس فيه دليل يصح في ذلك. ويرده أيضا في الآية كلمة، ما هي؟ تمتعوا. كيف يتمتعون وهم يرون أجسادهم تتغير عقوبة وعذابا؟ فالظاهر أنهم يتمتعون بما هم عليه 3 أيام. ولو كان ذلك ما أصابهم لرجعوا، أو رجع بعضهم وهو يرى العذاب يتنوع فيهم. فالله أعلم أنه قال تمتعوا في داركم 3 أيام كامل التمتع، وظاهر الآية أولى من الرجوع إلى تلك الإسرائيليات. قال الله عز وجل هنا: فأخذتهم الرجفة، رجفت بهم الأرض رجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. ما أعظم وما أشد عقوبة الله عز وجل إذا جاءت، وإذا أخذ فأخذه سبحانه وتعالى شديد عظيم أليم. قال الله عز وجل: فتولى عنهم وقال أي صالح، وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي. وفعل صالح ومخاطبته لقومه كمثل مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لأهل قليب من أهل بدر، حينما قذفوا من أبي سفيان وأصحابه، حينما القتلى حينما قذفوا في قليب بدر، فخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أبلغكم؟ ألم أنذركم؟ قال بعض الصحابة: أو يسمعون يا رسول الله؟ قم. قال: هم أسمعوا لي منكم، لأنهم في تلك الدار، في دار البرزخ، يعلمون ما هم عليه من عقاب وعذاب. قال الله عز وجل هنا عن صالح: لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. لا تحبون الناصحين، الذي لا يحب النصح لا خير فيه. الذي لا يحب النصيحة من الناس من الخير، نصيحة الخير ليس فيه خير. ولهذا يا أخوان الكرام، المؤمن ينبغي أن يكون أقبل الناس للنصيحة. قال الله تعالى هنا عن المكذبين: ولكن لا تحبون الناصحين. فالذي لا يسمع للناصحين أو يزدريهم أو لا يحب الجلوس معهم ولا مجالسهم، فليعلم أنه إلى عقاب الله قريب. فإن عدم النصح يا أخواني الكرام، عدم قبول النصح تعني استكبارا واستمرارا على عدم على 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 غير الحق أو على الباطل. فتولى نعم، ولكن لا تحبون الناصحين. ثم ذكر الله تعالى قصة لوط وقصة نوح، نقف هنا نكملها في الدرس الذي بعده. نسأل ربنا عز وجل أن يبصرنا بالحق، وأن يجعلنا من المهتدين، وأن يعيذنا جميعا من الشيطان الرجيم ووسوسته وكيده. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها.
ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.